خوت مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا صراحة كنسجلو خايف بزاف. هذا الفيديو فقبل ما نبدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونتوكل على الله. هذه القصة هذه ديال الجن العاشق غادي نعطيكم معلومات عليه واسمهم الوقاية منه واسمه هي العلاج ديال الجن العاشق ونحكي لكم قصة اللي وقعت لواحد السيدة. نبداو بالقصة ومراها نعطيكم النصائح. صافي مريقلة يلا عطيونا جيم وتبعوا معنا القصة. القصة كتبدا بأن واحد السيدة واحد البنت كتقرا في الجامعة وكارين واحد الدار في واحد العمارة وكاريه قدامهم واحد جات كرات غير موراهم يعني مور ما كراو هما جات كرات حداهم ومفصليهم كرات واحد الشارفة وديك الشارفة ديك العجوز هندية كرات قدامهم وديك البنت ما ارتاحت لهاش قالت سبحان الله ما ارتاحش لهذه السيده هذه بحال انت كتشوف شي واحد في الزنقه واخا عمرك شفته ولا ما كتعرفوش كاع تقول السيد ما عنديش معاه غير هكاك شحال من واحد انا شحال من واحد كنشوف كنقول ما عنديش معاه بحال هكا حتى يوقع لها ولكن المهم ديك البنت كتعزيز عليها هذيك الشارفه وكديما يعني تبادلوا هي وياها الماكله وكذا. هذيك البنت واحد النهار هي في البيت ديالها حتى كتبان لها المرايه ديالها مشققه كل المرايه ديالها المرايه كامله فيها الشقوقه وكذا بقات كتزكي كدا تغوت جات امها كتجري مالك اسمو كاين قالت لها شوفي المرايا كي داير شافت المرايا لقاتها مريقله دارت شافت حتى هي لقات المرايا مريقله ما فيها حتى حاجه وقعت عود بلا مشت الراجل اسمو هادشي راه واقع كيفاش واش انا عميت ولا اسمو راه واقع. فات شي ايامات واحد النهار خرجت برا الحانوت ولا كدا وجات داخله للعماره لقات واحد ثلاثه الدراري ولا اربعه الدراري في الباب ديال العماره قالوا لها واش كتسكني انت هنا قالت لهم واه قالوا لها واش فلان بن فلان واش خوك قلت لهم لا قلت لهم علاش راكم تسولوا قالوا لها ودي راه دار معنا شي سراب بصح حنا باغيين نعطيو العصا وانا نسولوا واش انت هي اختو ولا قلت لهم وانا تاك تكتو اسمو غادي ديروا كاع وهي ماشي اختو غير بغات تجبد الصداع على راسها ويشدوا هذوك الثلاثه ويجيو مدخلين للعماره بغاو يغفلوا عليها يضربوا هكذا وما جاوا دخلوا هذيك العماره وهما بدا يسيل لهم الدم من النيوفه ديالهم بثلاثه بهم ولا اربعه بهم المهم ديك المجموعه ديك الجروب هذاك كلشي بقى يسيل لهم الدم من نيوفهم طاح فرط بقى كويس باش ما عرفش شي بكدا طلعت هي فحالها عرفت بلي انها عندها شي جني ولا شي واحد كيدافع عليها يعني حست بلي كاينه شي حاجه بقات هكاك يعني حتى تزوجت بواحد السيد سميتو سمير تزوجت به ومشات لسكنت معاه في دار اخرى وبقاو عايشين مزيانين وكذا ولكن كان كيجيها راجلها كيجيها مع يعني كيمشي يخدم ولكن كاين شي مرات كيجي وكيبقى يضربها غير هكاك ولكن خصكم تعرفوا بلي داك الكنين كيضربها راه ماشي راجلها هذا غير جني كان يعني داك هو الجن العاشق ديالها كان كيتصيف في صفه راجلها وكان كيجي ويضربها وكذا وتكنفس عليها ولكن راجلها ملي كيجي راجلها ديال بصح العكس ديال هذا كيتعامل معاه مزيان وكذا ومنا ديما واحد النهار هو جايب الصمطه باغي يضربها معاك يضربها بالحزامه جايب الحزامه باغي يضربها وهي التليفون ديالها تايصوني هي هكا خايفه من هذاك شد داك التليفون جاوبت لقات راجلها كيصوني سامع جاوبت ولقات الصوت ديالو فين لقات الصوت ديالو خافت تخلعت طيح التليفون هذاك خينا في البلاص مابقاش يبان طاحت الصمطه يعني الصمطه شاده في يدو يعني من اختفى مابقاش يبان ديك الصمطه طاحت في الارض ما عرفت بان الجن العاشق هو اللي دار لها هاد السلابس كامله عيطت لراجلها قالت له وديها اسمو كاين وانا حاسه بلي اسمو السلابس مشاو جابوا واحد الراقي وقالوا له وديها اسمو ولكن داك الراقي ما قضى والو مع هاد الجن العاشق. واحد النهار هي مع صاحبتها مجمعين هكا برا في الشارع يهضروا حكات لها قالت لها وديها اسمو عندي وقلت لها حيت ديك صاحبتها كتعرفها ملي قبل كانت ساكنه قدام ديك الشارفه قالت لها ودي راه دوك الشارفات راه كيديروا اتفاقيه مع الجن العاشق باش هما يعطيوه بنت عندها الغمازات يعني دوك شايفين دوك الغمازات ديال الزين دوك الحفره ديال الزين اللي كتكون وحده هنا وحده هنا قلت لها ودي راه دوك الشارفات كيتفاهموا مع الجن العاشق باش يعطيوه بنت فيها الغمازات وهو كيوريهم مكان واحد الكنز اللي دافين وداك الكنز فيه فلوس يعني داك كنز ثمين يعني كنز غالي. قلت لها ولكن ما تزربيش قلت لها سولي وتاكدي وسيري وكذا عاد شوفي اسمو ديري مع ديك الشافه. فعلا مشات طاباس صحاباتها كذا اللي تعرفهم كذا وبقات كتسول كذا لقات داك الشيء فري ان فري داك البنادم كيتواصل مع الجن باش كيعطيهم المقابل ان توريهم شي بنت زينه باش انهم يوريوك المكان ديال الكنز.
قلت لها صافي المهم كان عاد تسمعي هضره قبل ما يتفرقوا قبل ما تمشي تسول كاع قبل ما يتفرقوا صاحبتها مشات وهي بقات جالسه تما كتفكر في داكشي اللي قالت لها صاحبتها. ملي بقات جالسه تما جا واحد الكلب بحال بقى كينبح فيها ماشي فيها بقى كينبح خلعها ولكن لقات ما كيشوفش فيها كيشوف شي حاجه موراها. لقات يعني خيال ديال بنان ضل بحال الضل شايف الضل يعني لا ملامح لا والو يعني جدتها واقفه كحلا يعني جدتها واقفه حداها كحلا ما كيبانش الملامح لا رجل لا سبحان الله هكا يعني كيبان لك الزمزومه واقفه ولكن تسمو هي العلم لله. الكلب كينبح في هذيك اللعيبه مع تسمو هي هربت خلات الكلب ينبح في هذاك الحجب. ديك هي هربت مشات تما فين سولت صحاباتها وكذا لقات داك الشي فري يعني ديال الشافات كيتواصلوا مع الجين العاشق باش كيديروا سلابسهم باش كيقدموا له القربان باش هو يوريهم الكنز. فاسمو دارت مشات للدار ديالها القديمه فين كانت ساكنه هي وامها قتلت ديك الشارفه. جاو البوليس المخزن داوها للحبس. ملي داوها للحبس بقى داك خينا كيجيها كل نهار داك سمير اللي ماشي سمير داك كان يجيها في صفه سمير داك الجين العاشق كيجيها كل نهار يتكرفص عليها ويضربها. والبوليس داروا محضر بان هاد السيده هذه كتعذب راسها في وسط الحبس وانها انها باغيه تنتحر وكتعذب راسها ولكن هما ما عارفينش بان هاد الجن العاشق هو اللي كيعذبها. هما داروا تقرير بانها كتعذب راسها وباغي كتحاول الانتحار. وهي حكات هاد القصه هذه كتبتها وخرجتها باش تنشر خرجتها لصحاباتها باش تنشر هاد القصه. وهكا القصه انتشرت ووصلتني انا ووصلت بزاف الناس وما عرفناش واش قصه حقيقيه واش قصة حقيقية ولا كذوب. سمعت شي دقان بحال هكا تخلعت مع راني غير هكا غير كاس وكيطيح قدامي غادي نوض نهرب راني غير هكا راني غير على مسمار. ندخلوا في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي تكفينا شرهم. ندخلوا في تلفوني ندخلوا في يعني يعني هذا الشيء ديال الجيل العاشق يعني والله الا تلفني بالله تفو بالله مش طراج ما عندنا مش طراج يعني الوقايه من الجيل العاشق والعلاج ديالو وكذا غادي نبداو. الجيل العاشق كيصيب من المرايا وكيصيب يعني كيمشي غير للبنات الزينين ولا الرجال الزينين. يعني الا كان جن يعني كان ذكر الجن كان ذكر كيمشي للمراه زينه واذا كان الجن كتأنثى كتمشي للراجل الزوين. وغالبا كيمشي لدوك الناس اللي ما كيصليوش يعني دوك الناس اللي ما مهتمينش وما كيصليوش وديما على جنابه وديما كذا فهذا هو اللي كيحقرهم الجن العاشق اللي هم كيمشي وهذا هما اللي كيعجبوه. ولكن ما كيمشيش لدوك الناس اللي كيصليو ومتقين الله ويصليو الصلاه في وقتها وديما على وضوء وديما على كذا ما يقدرش يقرب لهم. والعلاج ديالو هو القران يعني افضل علاج هو تقرا القران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت لكم راني على مسمار وكنت دير شي حاجه هكا غير كاس وكيطيح غادي نهرب. العلاج ديالو هو القران يعني افضل علاج ديال الجيل العاشق هو القران. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك سيدي يعني الراجل اللي بغى يجامع المراه ديالو اللي بغى ينعس مع المراه ديالو خصو يقول بسم الله وخصو يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يستعذ بالله من الشيطان الرجيم باش ما يجامعش مع الشيطان ما يجامعش مع المراه ديالو. وهذه كانت بعض العلاجات وبعض كذا ولكن راه كاين بزاف اذا فكرت دابا نقدر نقول لكم بزاف الصوالح اللي هي شوف راه الحاجه الاولى راه هي المراه يعني المراه ملي كتظهر المفاتن ديالها قدام المرايه يعني تلبس المزير وكذا وتمشي قدام المرايه تبقى دير هاك هذا دقه بطله عاود الطواليط يعني الطواليط تمشي له في الليل يعني تقدر تمشي مع الجوج ديال الليل ولا الطواليط ولا يعني الا الضروره يعني الطواليط ما تمشيلوش في الليل هكا كذا. والمرايه عاد من تشوف فيها ما تكثرش تشوفها واخا غير شوفها عاديه ما خصكش تكثر تشوفها في المرايه لان المرايه كتعتبر بوابه للعالم ديالها. وتحياتي لكم هذا هو الفيديو كنتمنى ما نكونش طولت عليكم وما نكونش خلعتكم. انا براسي راني دابا راني هكا كندير كنشجع غير هكا بالقران وغادي نطلق واحد شويه القران باش تسمعوا معايا. قد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه
فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون